ليتذكر كل إنسان منا ليلته الأولى في القبر وقد انقطعت آماله عن أهل الحياة الدنيا وعن الأقارب والأصحاب والأحباب، ونزل منازل الآخرة، فالقبر أول منازل الآخرة وهو أعظم من كل ما قبله وأعظم منه كل ما بعده، ليتذكر تلك الليلة التي يبيت فيها مع الموتى ولم يبت معهم قبلها، وهي ليلة عظيمة، ليلة يبيت مع الموتى ولم يبت معهم قبلها لا تقارن إلا بليلة صبيحتها يوم القيامة. لا بد يا إخواني أن نستحضر أننا مرتحلون عن هذه الدار، وأن علينا أن نتزود منها لآخرتنا، وأن نحسن ما بنا ونحسن أداءنا وأن نحسن أخلاقنا وأن نحسن تعاملنا مع الله وتعاملنا فيما بيننا، وأن نهتم بما ينجينا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فذلك هو الذي يؤدي إلى العمل الصالح المقرب من الله المرضي عنده.